السيدات اللي تيسولوا على السنيسلات يكونوا خفاف، جبت لكم اليوم ديال 3 دي، السنيسلات ديال 3 دي ما طوالينش بزاف، يعني هذه قصيره تجي شي 40 سنتيم فيها. الثمن ديالهم هو 800 درهم، 16000 ريال الوحيده. السنيسله كيفاش تتبان؟ السنيسله راه رقيقه فيهم، الثمن ديالهم 800 درهم، 16000 ريال بوندونتيف. سي وسيم حنا في شهر 12 ماشي 11، نسيت راني غير نسيت داكشي علاش كتبت 11، انا صعب لي مازال في 11. هذا الثمن ديالهم اللي هو سولمون 800 درهم، 16000 ريال. شي حلقة مدورين ما يكونوش سداد خارج. مرحبا اختي هاجر، كاينين هادو الثمن ديالهم 800 درهم اللي هي 16000 ريال، فيهم هاد الموديل السنسله وفيهم هاد الموديل السنسله، هادو كاملين 40 سنتيم في الطول ديالهم، هادو كاملين الثمن ديالهم 800 درهم والطول السنسله 40 سنتيم. اللي بغاتهم دير لهم سكرين وتواصل معايا سير واتساب ومرحبا بكم. بالنسبة اللي بغات السنيسلة يكونوا خفيفين درافين ولا دي زونسومبل يكونوا خفاف دراف، فاليوم تنقترحوا عليكم هاد الموديل ديال هاد لونسومبل هذا اللي تنقول عليه انايا هو الطوب في المغرب، النمرة واحد كي كتشوفوا لونسومبل ديال 3 دي او كبيرة، يعني بوندونتيف كبير برتا تجي خويتم في المستوى كبير برتا تجي عاطي العين والحلقات تيعمروك الودني، وفيهم لاشين اللي معروفة ديال الكورميت طول ديالها تقريبا 48 سنتيم، تيجيو زوينين في اللبسه. هادو ما تيديموضاوش مع الوقت والدب كامل خلاص راه ما تيديموضاش، غير الشهوه ديال البنات شنو تيبغيو صافي. كاين هاد الموديل هذا ما فيهش الكورميت كي كتشوفوا، هادشي اللي تتشوفوا قدامكم هو اللي كاين، تيبقى بثمن ديال 3800 درهم. هذا راه فيه غوميز ديال 200 درهم، يعني حيتاش لاكسيكل الكبارين، اما كاين غير ديال 2500 درهم ندوزهم لكم تاهم، اما هذا الكبارين دايرين الثمن ديالهم 3800 درهم، 76000 ريال. بقى واحد من هاد لاكسيكل هذا ديسبونيبل عندنا، دابا هذا باقي فيه 3800 درهم، حيت شرا كنت درت الفيديو ديالهم البارح كانوا تباعوا لينا، دابا بقى واحد ديسبونيبل هنايا 3800 درهم، 76000 ريال. اللي بغاتو دير له سكرين وتواصل معنا على رقم الهاتف 0625151760 ومرحبا. 3800 درهم. كاين عندنا دوطخ موديل زويون ديال الكلو خارجين دابا طوندونس، هاهما خارجين دابا ديال الكلو، هادو خارجين كي كتشوفو. كاين واحد البارح ب 6000 درهم بحال هذا، اليوم هذا جا ناقص شي شويه في الميزان، داير الثمن ديالو 5800 درهم، 116000 ريال. هذا 116000 ريال اللي هي 580 الاورو، فيه لي بوكل ديال الكلو تيتسدو على الطريقه، يعني فيهم هكا راه باينين، لاباك ديالهم حتى هو تيجي زوين، ولاشين ديالهم ها هي تبارك الله غليظه، ماشي غليظه بزاف، هي رقيقه ولكن صحيحه، يعني الكورميت صحيحه، مع لو موديل لا كورميت ديالهم فيهم شوبر صحيحه. تيبقى الثمن ديالو هذا ب 5800 درهم، 116000 ريال، 116000 ريال اللي هي 580 الاور. ها هو اللي بغاتو دير له سكرين ومرحبا الف مرحبا. السلام خو، حلقه طوال وسلسله طويله اللي قدامك شحال تما، غندوز لكم كل ارتيكل ان شاء الله، غير صبروا معنا وبقاو معنا ان شاء الله، غندوز لكم داكشي اللي بغيتو ان شاء الله. كاينه لالا، كاين عاوتاني ارتيكل واحد اخر زوينين غيعجبوكم، ها هما فيهم لي بوكل وفيهم البوندونتيف وفيهم لاشين. عرفتش انا الثمن ديالهم واش هو هذا اللي مكتوب هنايا ولا الثمن واحد اخر. بالنسبة للثمن ديال هادو 3300 درهم، هاو بالنسبة للثمن ديال هادو 3300 درهم، 3300 درهم هي 66000 ريال، تيجيو على هاد الشكل هكا. سي بوسرا وعليكم السلام، تحية ليك، لاباس عليك، بخير، مالين الدار كلشي مزيان، الله يكبر بك. 3300 درهم كي كتشوف هاد لاكسيكل هادو، فيهم حلقات لي بوكل ديال الطاوسة مع لاشين ديالهم، هاهي لاشين ديالهم نوريهالكم. 3300 درهم هي 66000 ريال، 330 الاور. اختي سرت لهم فتولة 440 درهم حتى 460 درهم، الثمن ديالهم ما محددش على حسب كل واحد بشحال تيحسب. الثمن ديال هادو كي قلت لكم 3300 درهم، 66000 ريال، 330 الاور. اللي بغات دير لها سكرين وتواصل معايا سير واتساب ومرحبا. 3300 درهم تيجي رائع وزويونين، وتيجي بشي حاجه ديال الدوام تتلبسي وتتعرفي راسك لابس شي حاجه مليحه. كاين هاد لا بروموسيون هادي واعره، هادي ما بقات وحده حتى هي ديسپونيبل، تتحمق في اللبسه ديالها، لاشين فيها مفتو ديال المواج وفيها حلقات كبير برين وعاطين العين وفيهم بوندونتيف صغيور، تيجي زوينين تبارك الله، وثمنهم حتى هو زوين. الثمن ديالهم بالنسبه لهادو 2200 درهم، 44000 ريال. هادو الثمن ديالهم اللي هو 44000 ريال، 220 الاورو، تيجيو واعرين في اللبسه ديالهم، حلقات كبير برين، لاشين زوينه، يعني النوع الصحيح
والبوندونتيف ديالهم حتى هو صحيح، الثمن ديالو هو 2200 درهم 44000 ريال، 44000 ريال 220 اورو، تيجيو تبارك الله غزالين غزالين، 2200 درهم 44000 ريال. هذه بقات كي قلت لكم وحيده منها اللي جات لي الاولى ان شاء الله بصحتها وراحتها، 2200 درهم. كاين هاد لاشين هادي الزريرقة، هي ثمنها اليوم ماشي 1000 درهم، اليوم ثمنها غير 800 درهم 16000 ريال، هي 80 الاورو. هادي هادي وحده اللي باقا عندنا ديسپونيبل ب 800 درهم 16000 ريال، في هاد اللوين في البلو مارين زوينين، الثمن ديالهم 800 درهم 16000 ريال 80 الاورو. هاي اختي مالك غير داخل المغرب تندير لا ليفريزون، الا كان شي واحد في العائله في المغرب يتكلفك بلا كوموند. بونجور عافاك، ديك لو كوغميت الكلوب شحال الثمن بوحده؟ دايره تقريبا اختي غابا شي 1200 درهم، هادشي اللي غيكون الثمن ديالها. الله يا ربي شي تمنيت غير سنت رقيقه في عين، لكن الله غالب الله يجيب رزق. كل شيء اختي ساهل، غير بشويه بشويه جمع لي شي صنيديقه كل مره لوحي فيها 10 درهم 20 درهم تجمع لك تجمع لك، راه الفلوس راه شحال من واحد وخا تلقى تيتخلص مزيان راه ما كاين اللي ما تيشريش الذهب، فهمتي؟ تيبقى داكشي غير هوايه وصافي، يعني حتى هي تتخبى شي شويه ديال الفليسات معاك، وفي نفس الوقت عاوتاني راك تتزيني به. كاين السيدات اللي باغيين هادو، هاد لاشين هادي ديال شانيل، ها هي جبناها لكم اليوم بثمن معقول، الثمن ديالها اللي هو 1000 درهم 20000 ريال. ها هو خويا انا بلاصه نتوما حنا في مدينه مكناس، الثمن السلسله انا نعطيك الثمن ديالهم كاملين ان شاء الله، والناس اللي باغيه تشري من دار الفلوس وتلبس بالصحه والسلامه. امين يا ربي اختي فافا، الله يرزقنا الصحه والسلامه. هذه الثمن ديال كي قلت لكم 1000 درهم هي 20000 ريال 100 الاور، تجي زوينه في اللبسه هذه، عرفتوا علاش؟ حيت هادو تيستعملوهم في الصيف ودابا البرد تيبغي بنادم يلبس شي حاجه خفيفه، ما تيبغيش يلبس شي حاجه ثقيله، فتيجيو زوينين. الثمن ديالها تتبقى اختي نور الهدى، ما شفت الميساج ديالك، عاودي كتبي لي شنو بغيتي. هذه كي قلت لكم ب 1000 درهم 20000 ريال اللي هي 100 الاورو تقريبا، 1000 درهم تجي زوينه طويله، ميني سوطوار تجي تقريبا، وثمنها راه رخيص. كاين عندنا هاد لي دو، ها هما نعطيكم كل حاجه وثمنها، باش اللي بغات ديهم كل حاجه بوحدها مرحبا. الحلقات بوحديتهم دايرين ب 34000 ريال، هانتوما الحلقات بوحديتهم دايرين ب 34000 ريال، نحاول نحيدو هادشي. هانتوما الحلقات بوحديتهم ديال الاناناسه ب 34000 ريال. يا ربي شي رزيق شري شي سنيت انا واللي هضرات، يا ربي الله يسهل عليكم كاملين ان شاء الله. راه كي قلت لكم صنيديقه صغيره وتكلفوا بهاد القضيه 10 درهم 20 درهم، ما تجيكمش قاصحه، يعني غتحط في الاخر الشهر واحد 4000 ولا 6000، حط غير هادشي اللي تنقول لك، كل مره تشيط عليك شي حاجه من السويقه وهذا تدخل حطها، تجمع لك ان شاء الله تلقى يدوز واحد 6 شهور ولا كاع عام تلقى حصيصه ديالك. كي قلت لكم هادو الثمن ديالهم 34000 ريال، 1700 درهم 1700 درهم، راه الناس كاين اللي عندهم فلوس تيبغيو يديروا الكريدي. اش ما كتجاوبنيش في الواتساب؟ ما جاوبتش اليوم والله اختي زينب، ما جاوبتش اليوم، راه تنجاوب غير اليوم، راه ما تنكونش خدام في الواتساب وهذا، داكشي علاش ما جاوبتش. انت ما جاوبتينيش في الواتساب سي صالح، والله اخويا اليوم ما خدمت حتى الغدا ان شاء الله نجاوب. والله يفتح نديرو الجمعه والثلاث، ولكن الواتساب ما دخلتلوش اليوم، راني عارف لي ميساج عندي بزاف. كاين هادو الثمن ديالهم اللي هو 1700 درهم 34000 ريال، حلقات ديال اناناس 1700 درهم. السلسله ديالهم نشوفو لكم شحال دايره، السلسله ديالهم دايره الثمن ديالها 56000 ريال. ها هي سلسله زوينه طويله، نشوفو 56 حيت الشاده راه خصها تكون كثر، 56000 ريال. هادي ديال الانسومبل، هادو هما الحوارق ديال الانسومبل اللي خديت اختي ياسمينة، خديتي انتي الاخر المسطح واقيلا، ماشي هادو الاناناس. والله ما عقلت شنو خديتي، والله العظيم نتذكر ما عرف، والله ما عقلت شنو ديت، ديتي الكارتي واقيلا ما ديتيش، والله ما عقلت ما نكذبش عليك. 3000 2800 ولا 3000، كاين هادي كي قلت لكم 2800 درهم 56000 ريال، 56000 ريال 280 الاورو. اختي زهراء وعليكم السلام، بغيت قرمه ديال العنق يكون غليظ. كاين اختي ام راين 2800 درهم 56000 ريال، هاي الطول ديال السلسله كاينه ديال 48 سنتيم تقريبا، 2800 درهم هي 56000 ريال.